عادل، الف مبروك، فوز مستحق النادي الاهلي. اولا شوط تاني افضل من الشوط الاولاني. يمكن انا بين الشوطين يا كابتن قلت لك اذا اراد ان يفوز بالمباراه اثنين، وقلت لك على ضمانتي كمان اثنين او ثلاثه لازم يغير قفشه ويغير بيرستاو، لان عدله الفرقه من بدايه هو اتاخر كمان في هو انا مش فاكر الكلام ده قوي بس ماشي ده انت مش فاكر اذا اراد مش فاكر اذا لا لا اذا اراد بس يا لا انا فاكر كويس انا فاكر كويس لاني انا من الناس اللي في الفتره دي بقول ان احنا بنضيع وقت كتير قوي، وان احنا حته التغيير في الدقيقه 60 لازم تتغير وفي الدقيقه 70 لازم تتغير، وان احنا لما يكون عندنا في الوقت اللقاء القادم عندنا اخطاء في التشكيل في البدايه ممكن يتعدل ما بين الشوطين. عندنا حته التجارب اللي انا اتكلمت عليها قبل الشوط الاولاني، اتكلمت عليها انك تاخد وقت وتجرب حاجات كتير، فوز الاول وبعدين نجرب بعد ما نفوز. الحاجات دي كلها مهمه جدا لينا، بمعنى ان احنا السنه دي يجب ان احنا نخش بقوه اكتر من كده، عشان في شويه اجراءات. ويمكن ملاحظ حتة اللاعبين اللي تغيير الأماكن كتير قوي دي برضو في حد ذاتها أنا ما بحبهاش كتير. خلاص يعني السنة دي لازم نثبت الفرقة ولازم تلعب بكل قوتك في الشوط الأولاني والشوط التاني. تقدر يعني تقدر تقول لي إيه الفرق ما بين الشوط الأولاني والشوط التاني؟ ده من ضمن الأسئلة اللي أنا هقولها لك بعد كده. يعني لما بيرستاو نزل وقفشة نزل، هنا كسبنا ثلاثة وهنا تعادلنا، وكانوا وهم راحوا بكورتين كان ممكن يجيبوها جوان والمباراة تتصعب. أنا بقول بلاش تهدير وقت، عاوزين من البداية نبدأ نحط التشكيل الأفضل والأمثل، وحتة التجارب نهدى فيها شوية علشان إحنا عندنا محق صعب جدا. عندك أربع مباريات ورا بعض أو خمس مباريات في الدوري، وبعدين منهم بتهيألي تخلى لهم واحد أفريقيا ولا اثنين أفريقيا. فأنت داخل على معاناة قوية، وبعدين داخل على الاتحاد جدة، انت هتروح تلعب مباراة قوية جدا، فيجب انك انت لازم في الفترة الحالية تنهي المباريات، لان ما بعد هذا انت رايح كاس العالم للأندية، هيتأجل لك مباراة او اتنين او ثلاثة هترجع يضغط لك. عشان كده انا بقول لك النهاردة كانت تجربة كويسة، حتى الفرقة انت كنت الافضل ولكن ما احرزتش اهداف، لكن انت الشوط الثاني لما تعدل الملعب وكله ولعب كل واحد في مكانه، بيرستاو لعب في مكانه، محمد مجدي قفشه نزل عدل لك اللعب بلغه الكوره لانه بصير وبيعرف ينقل وبيعرف يعدل الملعب وبيعرف يغير ريتم اللعب وبيعرف يلعب على الارض وبيعرف يتحركوا الناس اللي بيتحرك بيحطها قدامه. ما كل الحاجات دي احنا محتاجينها، ولكن في اخر الامر اول ثلاث نقاط زي ما اتفقنا، مبروك لينا الثلاث نقاط الاولانيين. اللي عندك المباراه القادمه لازم ان شاء الله نعمل نتائج والنتائج ايجابيه. وفي اخر الكلام اللي انا عايز اقوله ان احنا لو عدينا المباراتين اللي جايين بمكسب، اقول لك انت حسمت الصعود. ما هو احنا خلي بالك احنا في الفتره اللي جايه عندنا كمان يومين او يعني ثلاث ايام تقريبا سموحة. عندنا سموحه، ايوه، بعد سموحه عندك يانج افريكانز، ايوه، كويس، ده هناك تنزانيا، وبعدين ترجع تلعب زد، وبعد زد بثلاث ايام عندك هنا اخر مباراه قبل ما تروح ان شاء الله شباب بلوزداد. علشان كده يا كابتن عادل الراجل مضطر، يعني هو ما عندوش الرفاهيه ان هو يغير، لا ده هو مضطر للتغيير. بس انا اكسب الاول، يعني انت هتكسب الاول. انت النهارده مثلا لو انت لعبت بالتشكيله زي ما الكابتن عادل قال، التشكيله من البدايه، انت عندك حد اثنين العب الثلاث مباراه برضو في الدوري، مش هتقدر تبدا بالناس اللي لعبت 48 ساعه. لو بدات بيهم الماتش المباراه اللي بعدها هيكون عندك سفر، هتسافر، فانت مضطر في وقت من الاوقات. علشان كده الراجل اتبع السياسه بس دي، بس مش مضطر من البدايه. اتبع السياسه دي الموسم اللي فات يا كابتن. بص صح، انا لا لا بس مش بالطريقه دي. انا هقول لك الموسم اللي فات ما عملهاش بالطريقه دي. الموسم اللي فات كان بيعدل الملعب قبل ما يلعب. انا اعتراضي مش انه يلعب النادي الاهلي والانديه الكبيره اللي في العالم كله، كل اللعيبه اللي موجودين في القائمه عنده المفترض ان هم لعيبه كبار، وانت النادي الاهلي عندك كل لعيبتك كانوا اساسيين. تقدر تقول لي مين احتياطي ومين اساسي؟ ما كله كان بيلعب ويقعد شويه، والمفروض ان كله يلعب. انا بكلمك على عدله الملعب، العدله بتاعت الملعب فقط لا غير، ده اللي بتكلم فيها. انك انت ضيعت وقت كتير في الشوط الاولاني. لا
وبعدين ضيعت 20 في فرق، انت ضيعت وقت، وفي فرق انك انت لو كنت ترجمت الفرص من الاول من بدايه المباراه كان شكله يتغير. احنا كنا بنقول لو فرصه دخلت زي الفرصه اللي دخلت بدايه الكهرباء، الفرقه راحت في حته ثانيه. بس خلي بالك يا اسامه، لو سجلت الثاني والثالث بس لو شكل الاداء اتغير تماما الشوط الثاني. لا بص لحظه كابتن، خصوصا بعد التغييرات كابتن ايمن بعد اذنك لحظه بس يا اسامه، عشان الكلمه لو كنت احرصت، الموضوع مش لو كنت احرصت، الموضوع انت منظم الملعب بقفشه ومنظم الملعب ببرستاو. في فرق ما بين الجري في اي مكان علشان انا مش حافظ مكان زي كريم فؤاد، وفي فرق ما بين برستاو وهو بيتحرك وبيفتح امتى وبيقف امتى وبيتحرك امتى. في فرق ما بين محمد مجدي قفشه لما ينزل يلعب في نص الملعب هو البلاي ميكر اكتر من اني مثلا ديانج او مروان عطيه هو اللي يلعب في نص الملعب بينظم لك اللعب. انا اتفق معاك، انت بتتكلم على معاك، بس النهارده كل مباراه كل 48 ساعه تقدر تبدا ببرستاو طول المباريات، تقدر تبدا بقفشه طول المباراه، لازم يحصل الروتيشن ده. انا ما قلتش انك انت علشان كده النهارده بدل ما انت بتستعين ب 11 في الملعب 10 حصل ايه لما النادي لازم النهارده يبقى عندك بتشتغل في 17 18 لاعب. لا اتغير الشكل والتغييرات. لا التغييرات عملت التغييرات صنعت الفرق فعلا. بس يعني لا بس ده بالكام كوره اللي جوله دول كان يجيب جولين ثلاثه. يعني كابتن شريف لحظه انا اقول لك حاجه، يعني يا كابتن شريف كوره الشوط الاولاني انت طالع 0-0، الشوط الثاني كسبان 3-0، يبقى هو النتيجه اللي اتغيرت ازاي؟ النتيجه اتغيرت التغييرات صنعت الفرق. عملت تغييرات، ما التغييرات معموله عشان تغير رتم اللعب، تغير الاداء، تغير انت لو مش بتعرف تجيب جون انت الناس دي بتديك فرص تجيب اجوان اكتر. لما بنزل على فرقه مغلوبه 2-0 غير لما بنزل 0-0، ما انا بقول النادي بيبقى عليا ضغوط انا كمان. ايوه ما هو انت عدلت. انا اقول لك حاجه، لو البطلك برضه دام بعد الدقيقه 60. لا احنا بنتكلم يا كابتن زي ماتش الجونه، احنا ماتش الجونه لو فاكرين يا كابتن عادل قعدنا نجري 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 لحد التعادل، ما حدش يختلف، مفيش وقت يا كابتن، ما حدش يختلف. انت من البدايه مش هتقدر توقف، خليه يكمل وبعدين يكمل. لا ما حدش يختلف على مجدي قفشه واهميته في وسط الملعب، ما حدش يختلف على بيرستاو، ما حدش يختلف على علي معلول. لكن النهارده انت بضغط المباريات كابتن ايمن كل 48 ساعه مباراه، وفي مباريات فيها سفر، مش هتقدر كل المباريات تبدا بالتشكيله. انا ما قلتش وعدله الملعب انت بتقول عليها. الاصعب ايه؟ عارف الاصعب ايه؟ ضغط المباريات معاه نتائج مش جيده، بتضغط اكتر. يعني انا اقول لك حاجه، انا لما اجي العب في ضغط مباريات وانا بكسب وجاي من مكسب لمكسب او جاي من مكسب ابقى مرتاح اكتر. لكن انا بقى عايز اقول لك حاجه، الشده العصبيه اللي كانت فيها احنا فيها ليه؟ من المباراه اللي قبليها، لانك المباراه اللي قبليها ما قدرتش تترجم تجيب جون. عشان كده انا اللي انا عايز اقوله لك يا اسامه، طول الوقت في البدايات اكسب وبعدين غير، ما تعملش العكس في الوقت الحالي. انت عارف انت لو بتلعب بوليزداد النهارده كان هيعمل اللي انت بتقول عليه، كنت بدات بال يعني. لا بس حتى لو بلعب الفرق انا بقول لك، بس أيوة هو كل بيبقى عنده حريه. لا هو في وقت من الاوقات بيبقى عنده حريه التغيير، أيوة. يدخل حد عايز يشوفه. الفرقه دي اقل فرقه في المجموعه، الجونه من اقل الفرق في الدوري، تعادل معاك. ما انت بص مفيش حاجه في ده، الجونه كان كتير قوي، التغييرات كانت كتير كابتن. ما انا بقول لك، علشان كده انا بقول لك كرة القدم في الوقت الحالي ما بقتش كده. انت دلوقتي بقيت انك انت اضمن مكسبك صحيح وبعدين اشتغلت. طب كابتن بلال.